استنى هنا يا ابو الزين. ايه بيتك لسه قدام؟ عايزاك تنام. خير؟ حبيني يا ابو الزين. ابقى كداب لو قلت لك امال اللي حصل في البنزينه ده كان ايه؟ وزد شيطان. وزد شيطان؟ طب اتفضل يا اخويا وصلني. انزلي يا بت. انزلي. ايه في ايه يا اخ؟ ايه؟ وانت كمان هتنزل. طب خلاص بلاش السلاح. انزل. بلاش السلاح لحسن يطول. ايه في حاجه بتوجعك ولا ايه؟ بص يا حبيبي انا ممكن اكسرها لك بس انا ما بحبش الشر. ها احب اكسرها لك ولا تروح لامك؟ لا اروح لامي. حلو. فالح بس يا فالح وانت بتقبض تقول لي همسحه من على الدنيا مسح. هي لمبه واحده من ايدي مش هخلي يسوى بطل صور رجاله مش كده؟ ما انا ما كنتش اعرف ان عضو جديد كده سعاده الباشا. يا حبيبي افهم من كده شوف لي راجل تاني؟ لا سعاده الباشا اديني فرصه تانيه وانا هجيب لك خبر. امشي امشي والراجل تعبي. وانت يا ست صح الضرب والخبط ده انا ماليش دعوه بيه يا ممدوح. كل اللي انا عملته ان انا دحلبته وجرجرته حسب الاتفاق. المهم كنت قدرت تميلي ناحيتك. ابو زيد واد مش سهل. ده واد لئيم وناعم زي التعبان وما نبنيش غير ان اديته الفرصه وتجرأ عليا. عمل ايه؟ عمل بلاوي. المهم النتيجه. النتيجه ما تطمنش. قلبه مشغول بالهانم. يعني ايه؟ مش هقدر ازيحه من سكتي؟ لا العافيه ولا رسم الحب هينفع معاه. واحسن حاجه ان احنا نشوف رسمه تانيه عشان توصل للي احنا عايزينه. بس بعيد عني يا حبيبي. حبك برص. ايه اللي اخرك يا ابو زيد؟ كنت بشحم اغير زيت. تغير زيت اربع ساعات من ساعه ما خرجت. المحطه كانت زحمه. طب خش يا قمح في البيت سال عليك اكتر من مره. حاسب المايه خفيف عادي عادي. والله انا مش عارف كنت عملت ايه من غيرك يا ممدوح. عيب يا بيه ده انا خدامك ادينا دراعك اليمين. صراحه صراحه انا ثقتي فيك كامله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا ابو زيد ايه اللي اخرك كده؟ عبال ما غسلت العربيه بيه ومسافه السكه. الله يا ابني انا خايف تكون بتشغل العربيه دي بالنفر لحسابك. كمان عارف من عينتك كتير بيعملوها. ايه يا بيه بيسترزقوا؟ لا يا استاذ ممدوح مش انا اللي اعمل كده. ليه على راسك ريشه؟ لا كرامتي وعزة نفسي ما يسمحوليش بكده. بلاش فلسفة وكلام فارغ. يلا يا بابا روح شوف شغلك. أنا هنا عشان كريم بيه عايزني. تحت أمرك يا بيه. جاهز عربية واستنى فيها يا أبو زيد. أي خدمة تانية؟ لا متشكر أوي. ربنا يكون في عونك يا بيه. أنا مش عارف حضرتك مستحمل الواد ده إزاي. لا 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 يا ممدوح. الولد كويس جدا. ما بيأثرش في شغله أبدا. صراحة خانقني مش نازل لي من زور. هو حضرتك خارج؟ أنا؟ لا. امال هي جاهز العربيه لمين؟ لغايه اصلها عندها كم مشوار هتستعملهم. طب ما وصلها في سكتي. سكتي غير سكتك يا ممدوح وكمان مش عايزه اتعبك متشكره قوي. باي يا خالد. مع الف سلامه يا حبيبتي. مش عايز حاجه؟ الف شكر. اوكي باي. مع السلامه ماما. باي. اذن الاستيراد اخباره ايه؟ جاهز مش ناقص غير خطاب الضمان بتاع البنك. الدواء يا كريم بيه. انت عارف انت يا سحر انسانه منضبطه جدا. ممدوح مواعيد الدواء بتاعتي عارفاها بالثانيه. عشان كده اخترتها عشان تباشر ساعتك. واختيارك في محله. شكرا يا سحر. بالشكر يا فندم. استنى هنا يا ابو زيد. هتفسحني فين النهارده؟ فسحك؟ اه طبعا تفسحت. ايه؟ مالك اتخدت كده ليه؟ لا ما اتخدتش ولا حاجه، مش في مشاوير هتعمليها؟ انت برضه صدقت ان في مشاوير؟ دي حجه يا استاذ زي كل مره، انا بس عايز اخرج معاك. فسحني فين بقى؟ ايه مالك يا ابو زيد؟ انا بقول ارجعك احسن. كده برضه؟ يعني مش عايز تفسحني؟
لا بس انا دمك تقيل وغلس قوي النهارده. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. اخره اللي بينا ده ايه؟ حضرتك جيت تسالني السؤال ده بعد 8 سنين حب من ايام ما كنا طلبه في الكليه؟ طب يا سيدي انا هجاوبك. اخره اللي بينا طبعا الجواز. جواز ازاي ومنين يا غاده؟ يعني ازاي ومنين يا غاده؟ يا غاده انا سبت وظيفتي ورميت شهادتي اللي بتقول اني مهندس زراعي عشان اشتغل عندكم سواء ملاكي بتوصيه مني وافضل جنبك، وعشان المهيه الاكبر اللي هي برضه مش مكفياني وانا بطولي كده. طب وايه الحل؟ الحل اني اواجه ظروفي بنفسي بقى وبلاش اظلم حد معايا، وانت في مليون واحد يستاهلوكي احسن مني. بس انا بحبك انت يا غاده. انا فقير. فقر مش عيب؟ مش حكايه عيب ومش عيب، الحكايه انك اخدتي على العز. اولا العز ده جديد عليا، ماما وبابا الله يرحمهم ما كانوش اغنيين وانت عارف كده كويس. ايوه بس كريم غني. وده دخله ايه في موضوعنا؟ دخله انه لو فكر يجوزك مش ممكن يفكر يجوزك واحد زي. انا اللي بختار. هتتعبي معايا قوي يا غادة. هستحمل. شقتي فوق السطوح. عارف انت بتحبيني ولا لا؟ انا مجنون بحبك. وانا بموت فيك يا بركات. مين بركات ده؟ حضرتك يا استاذ انت ما تعرفش ان ابو زيد الهلالي كان اسمه بركات وهو صغير؟ انت مذاكره قصه ابو زيد كويس بقى. طبعا. عارف كمان ان ابوه الامير رزق طلق امه خضرة الشريف وخدته ورحلت بيه لبلاد ملك بني الزعلان؟ الزحلان. زعلان. زعلان ده ايه؟ وملك بني الزحلان خده ورباه واعتبره زي ابنه بالظبط لحد ما كبر وبقى فارس الفوارس وحامي الديار. وعشان واجه الحياه بشجاعته وكفاحه وبطولته سموه ابو زيد الهلالي. انت كمان يا حبيبي بتتعب وتكافح زيه بالظبط. انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ عايزه اكون زي غصن البان اللي اتجوزها ابو زيد الهلالي. الله يخرب عقلك. انا شايف ان الموضوع غير ساحب منك كهربا زياده شويه. بنت مرتاح عالي ايه؟ ما تستاهلش. نعم تستاهل. يا تستاهل قوي. يا المزيه. ايش تقولوا؟ الله. انت بتحبها بقى ولا ايه؟ قوي. بحبها قوي. ولعلمك انا بتستنى اللحظه اللي املكها من ايديا. الله. انت عاوزها ولا عايش فلوسها اللي هتورثها من خالها بعد ما يتكل؟ الاثنين. عموما انا مش هلاقي احسن منك يا ممدوح لغاية ولا أأمن منك على ثروتي بعد ما اقول لكم باي باي. الله يحفظك يا فندم. ده بعد الشر ربنا يديك طول العمر. حضرتك بخير وبركه يا فندم. معاك ده يا فندم. صعب تحقيقه. مش هتنازل عنك ابدا مهما
كل حاجة تاخديها ببساطة كده. مش عايزة أسمع منك. استاذ ممدوح من فضلك انت ما تفتحش بقى بكلمه. انا بتكلم على هاني. لما اتكلم على هاني ما انت تخلص خالص. اتفضل روح العربيه اقعد على الدركسيون. استنى سيادتك لما يقولك. استنى يا ابو زيد. يا نسى غدا الاستاذ ممدوح عنده حق. انا هستنى حضرتك في العربيه لغايه لما تخلصي كلام معاه. ممدوح بيه انا هوصل الهاني بس بعد ما اوصلها هستقيل من الشغلانه دي. وعايز حضرتك تعرف حاجه. انت بالنسبه لي مش اكتر من صفيحة زبالة. انا مستنيك في العربية. انا جاي معاك يا بوزي. عملتيه ده كريم بيه هيهد الدنيا على دماغك. انا مستعد اواجه اي مشكله. بلاش رومانسيه يا غاده. خلينا نعيش على ارض الواقع. ثروه كريم بيه عملت بينا سد كبير قوي صعب علينا نهده. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ما اقدرش. يا كلام ابو زيد وصول الجدعانه وصول رجليه ولاد البلد على اخر الزمن هتقرطسنا وتلبسنا طرح. لا يا معلم دبور انت فاهم غلط. هدي نفسك كده وخلينا نتفاهم بالراحه. تفاهم على ايه؟ على المسخره اللي انت عاملها. كان اي حضرتك مالك طايح في كلامك كده؟ ما توزن امال وتخليك حلو. انت عارف انت بتكلم مين؟ غاده ما تدخليش نفسك انت. انا انت ايه يا ابو زيد؟ ما هو لازم يفهم ازاي يتكلم مع الناس. طب ما مش من حقه لا هو ولا اللي معاه يتهجموا على واحد ومراته بالشكل ده. انت اتجوزت يا ابو زيد؟ الف مبروك يا اخويا. الف مبروك. طب بذمتك ايه الفرق بين الحمام بتاعي ده والحمام اللي عندكم في الفيلا؟ هناك في بانيو وهنا في طش. شكرا يا صاحبي. مشيت يا فندم. بقى كان زميلها في الكليه. وكانوا بيحبوا بعض. وجابتهولي. عرفتني بيها على انه اخو زميله ليها غلبانه. وشغلته سواق. ده اللي عرفته من التحريات اللي عملتها مع زمايلهم اللي كانوا معاهم في الكليه. كان
كان فاكرها الفرخه اللي حبيت له بيضه ذهب، انما لا، لا يمكن اسيب ثروتي ابدا لواحد هلفوت جربان زي ده. لازم ابعده عنها زي ما اتجوزها غصب عني، لازم يطلعها غصب عنه. انا لازم ابعده عنها. ايوه ان شاء الله حتى اخلص منه. لازم. انا تحت امر سعد، انت تطلب وانا نفس. مش عارفه ايه اللي قومها في دماغك وجبتنا على هنا. طب وفيها ايه دي حبيبي؟ الالف جنيه اللي حالتنا هينصرف. حد اخذ منها حاجه؟ انا اقول ابو القرش اللي ما ينزلش. صح. اللي هناك دي تبقى غاده برضو ولا انا غلطان؟ غاده قريبه كريم بيه الشنيطي. وده مين ده اللي قاعد معاه؟ تعالي نشوف. ما تيجي نخش في المايه كده شويه نعوم؟ لا يا حبيبي، انا بخاف من البحر وما بعرفش اعوم كمان. ايه ده، اول مره اعرف الحكايه دي. ايه يا غاده المسخره اللي انت عاملاها دي؟ ومع مين؟ مع سواق خالك؟ سواق؟ ايوه يا نازله هاني، مش سواق، تصوري. يا سعاده البيه اخرس يا ولد. يا سعاده البيه من فضلك اسمعني حضرتك. مش بعيد على واحد من طبقه واطيه زيك يستغل الفرصه ويستدرك واحده من طبقه عاليه ويجرها المستنقع الرذيله. الله الله، ايه يا عم الحاج، مستنقع ايه ورذيله ايه؟ ما تحافظ على اخرس خصر. يا ولد، وانت يا غاده ازاي تسمحي لشيطان زي ده يغرر بيكي؟ يا انكل ابو زيد ده يبقى انا عارفه كويس، مش تايه عنه. ارجوك تسمعني من فضلك، مش عايز اسمع ولا كلمه منك. يبقى هتسمعها مني انا بقى. غاده تبقى مراتي. ايه مالك تنحت كده ليه؟ مراتك؟ ايوه يا انكل مراتي. مستحيل. مستحيل ليه وليه يا رشان؟ انت ليه الادب وانت راجل ما بتفهمش ومش محترف؟ خلاص بقى يا ابو زيد. هو ايه اللي مستنقع ورذيله وواطيه وعاليه وعشان ربنا مديك شويه فلوس يعني تدور تهزها في الناس؟ يبقى راجل مش محترف. ما كانش في داعي يا حبيبي نوصل الامور للدرجه دي. ايه لازمته بس نعتمد على نفسنا؟ اللي حصل ده هيحصل منه كتير قوي، وكل شويه والتاني هيجوا ناس يفوقونا من اللي احنا فيه ده. هو ايه اللي احنا فيه ده؟ الفرق اللي بيني وبينك يا غادة، الفرق اللي بيني وبينك، كريم بيه وثروته اللي خلاكي فوق وخلتني تحت. بقى بذمتك يا ابو زيد يا هلالي، انت اللي تقول الكلام ده؟ انا ابو زيد الهلالي بالاسم بس. ابويا عشان كان اسمه حامد الهلالي فسماني ابو زيد، قال يعني خلاص كده هبقى الفارس الشعبي. بس ناسي انه لازم يكون في وسيله عشان ابقى ابو زيد الهلالي بصحيح. ابو زيد كانت وسيلته في عصره الحصان والسيف وكرامته. ايوه. وانا ما حلتيش بقى غير الكرامه، لان الحصان والسيف خلاص راحت عليهم، ما بقوش وسيله الفارس في الزمن ده. وسيله الفارس دلوقتي العربيه الاخر موديل والملايين في البنك، والحاجات دي صعبه عليا. عرقك وعافيتك مع كرامتك هما اللي عاملينك فارس في الزمن ده. في غير كتير برضو عندهم عافيه وطول النهار غرقانين في عرقهم، وساعات يجي عليهم الليل ويباتوا من غير عشاء. يبقى انا اشتغل وحط ايدي في ايدك ونساعد بعض. مش ابو زيد اللي مراته تشتغل عشان تساعده؟ ليه بقى؟ اشمعنى ابو زيد الهلالي وافق ياخد عطايا ملك بني الزحلان؟ ليه ما حدش مناخيره فوق وقال لا؟ عشان كانوا بيحبوا بعض، هو بيكرهني فكان اتجوزتك عشان طمعان في ثروته. مسألة مسألة وقت مش أكتر، وقريب أريحك منه. تسمح لي يا فندم أتدخل وأقول رأيي؟ قول يا سحر، ما أنت خلاص ما بقيتيش غريبة. أبو زيد اتجوز غادة علشان طمعان في فلوس سعادتك، يعني الفلوس هي السبب. نجوم السما قرب له. أنا من رأيي إن سعادتك تبعت تجيبه من هون وتعرض عليه مبلغ قدام طلاقه من غادة هانم، يعني 10 20 30 ألف ويتم الطلاق. قلت إيه؟ ارجع. الله، هو انت تاني يا ابني؟ انت مش المره اللي فاتت قلت لي انزل وحصل اللي حصل؟ طب نزل ايدك واركب. اركب على فين؟ مالكش دعوه، ده مشوار لمصلحتك. اركب. مصلحتي؟ ماشي. خش خش. تهيألي انت عرفت انا جبتك هنا ليه؟
ما كانش في طريقه احسن من كده تجيبني بيها حضرتك. خلينا في المفيد ورد على سؤال بيه. عايز كام عشان تطلق؟ خلص. هموت واعرف انت حاشر نفسك ليه يا اخي. دي مسائل عائليه ما تتدخلش انت. خلاص دخلت نفسك في زمره العيله. من فضلك يا كريم بيه مش عايز غلط، ويا ريت التعامل بيننا بعد كده يبقى فيه شويه احترام. عايز كام وتطلق يا ابو زيد؟ حضرتك كلك نظر. مش قلت لحضرتك يوافق؟ ده صنف نمرود انا عارفه. وبعدين ابو زيد مش عايز كلام عايم، حدد عايز كام عشان تطلق. طب انا سايبها بقى لذوق سعادتك. 20,000 جنيه. 30,000. 30,000 ايه بس؟ ما ترفع السعر شويه يا بيه. سيادتك راجل كبير وبتقدر ومتعود على البيع والشراء. دلوقتي انت بتشتري طلاقي من غادة مش جنينة بلح، يعني عاطف اتنين بني ادمين. زود شوية. 50,000. كمان شوية وحضرتك مش هتندم. 60,000 وكاش هتاخدهم دلوقتي حالا. لا يا بيه متأسف، البيعة كده مخسرة معايا. ايوه كده اظهر على حقيقتك. كنت عايز اكتر. ها يا كريم بيه، حضرتك لو اديتني مالك كله برضه مش هطلق غادة. ليه؟ لأن أنا وغادة بنحب بعض، والحب اللي بيني وبين غادة ده أنا مش بقدره بالفلوس. اسمع، أنت ما طلقتش غادة مش هيبقى لك وجود على وش الدنيا. يا بيه حضرتك بتشتري وأنا ببيع، وبين البايع والشاري يفتح الله، مش كده؟ هروح اجيبهولك اخليه يسيب في التراب اللي تحت رجليك. مش بيتي. روح بسرعة. سهر مالك يا حبيبي؟ خايف اوي يا غالي، مع اني ما كنتش بحس بالخوف قبل كده. طب ايه اللي مخوفك دلوقتي؟ الفقر. انا قبل ما اتجوزك الفقر ما كانش بيخوفني، كنت باكل اي حاجه واشرب اي حاجه، لكن دلوقتي خايف الفقر يفرق بيننا. وساعتها حفيدك وقفت حريتي كمان، انت بقيتي جزء منها. طب ما انت كان في ايدك تتخلص من الفقر. ازاي؟ خلي على الطلاق. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ يا سيدي ما احنا هنطلق دلوقتي، وبعد ما ناخد الفلوس نبقى نتجوز تاني. غادة، اوعى اسمعك بتقولي كده مرة تانية. مش انا اللي ابيع مبادئي بكذبة، حتى ولو علشان مصلحتي. يا حبيبي انت صدقت؟ انا كنت بهزر. انت ان شاء الله هتلاقي شغل، وهنعيش زي ما احنا عايزين، وهنحافظ على حبنا وحريتنا. مفيش حاجة أبداً. أبداً أبداً أبداً. يا مرحبا أبو زيد. إزيك حمودة؟ نحمده. إيه مالك أبو زيد؟ شال طاقم ستك ليه؟ بلف على كعبي من صباحية ربنا. ليه كفل الشر؟ بدور على شغل. يا راجل سيبت ركبي يومين بالكتير واركبك تاكسي بعون الله. تاكسي؟ بس انا الرخصه اللي معايا ملاكي. وماله؟ نعمل لك واحده اجره. سواقه التاكسي بتاكل الشهد ابو زيد. شهد؟ امال راكبين العربيات دي بياكلوا ايه؟ بياكلوا كل حاجه. دي واحده ورجعنا. امسك ابو زيد. يا دول 100 جنيه روش نفسك بيهم وطلع الرخصه، واذا احتجت اكتر بقى قول لي. لا كده تمام، ربنا يكرمك يا حبيبي. ايه يا ابو زيد ما تقولش الكلام ده، احنا اخوات يا جدع. ايه يا عم؟ اللهم صل على النبي.
خلي بالك يا ابو زيد، صاحب العربيه دي قطوط وجمل، يعني تحافظ عليها من هوا الطاير. عينيا الاثنين. يلا اتكل على الله وقول يا هادي. يا هادي تفضل. بس هنا. حاضر يا سيدي. شكرينا على الطباشة. حاضر. طريق سقارة هندسة. فاضل. مرة اركب ومرة انزل. انزل كريم بيه بقى هو اللي عمركم بكده. ويا ريتك تطلق والا هنتفلك هنا. طب جبت المعزوم معاكم؟ لا المعزوم تبقى تروح له انت بمعرفتك بعدين. ماشي يا عم. سلام عليكم. سلام عليكم. على فين يا خفيف؟ امسك اكتب 10 شيكات الشيك ب 10,000 جنيه لكريم بيه. هو كلامك مظبوط برضه بس انا ما عنديش رصيد وما احتكمش على 10 جنيه. ال 10 شيكات دول هيفضلوا عند كريم بيه. تجيب ورقة الطلاق تاخد الشيكات وتقطعها. ما جبتش ورقة الطلاق الشيكات تتقدم للنيابة. وبظرف 10 ايام من دلوقتي اكتب. اكتب يا عم ما تتعصبش علينا كده. قتلت مين؟ خالي؟ لا واحد من اللي هم سلطهم عليا. انا هتسجن يا غاده هتسجن. ايه ده؟ هم لحقوا؟ قوم قوم. ايه ده كده فهمني في ايه؟ انا لسه هشرح لك. انا دبسته وخلاص. Thank you.
ما اللي انت بتقوله ده يا حمودة؟ ده اللي سمعته دلوقتي حالا لما رحت اخد العربية. البوليس ما كانش جاي لك انت يا ابو زيد، كان جاي لجارك اللي تحت هارون الحكم عليه. يا سلام يا حمودة، ما هو ده مش معناه ان البوليس مش بيدور عليا. لو كانوا بلغوا ضدك اول حاجة هيعملها البوليس انه هيروح على بيتك، وهناك كان هيلاقي العربية، وعن طريق العربية كان هيوصل لصاحبها، وصاحبها كان هيوصلهم ليا، وهوب كنت هتلاقيهم طبوا علينا هنا. يعني تفتكر ما يكونوش بلغوا عني؟ اكيد ما بلغوش. طب وغدا اخبارها ايه؟ ساعة ما انت سبتها خدت بعضها وقالت للجيران انها راح عند خالها وما رجعتش لغاية دلوقتي. يا خالي لنا ولا ابو زيد عايزين حاجة من حضرتك. تعالي هنا. انت رايحة رايحة بيتي. بيتك يا بتقولي بيتك اللي فوق السطوح؟ هتروحي تقعدي هناك لوحدك؟ ما انت عارفة، عارفة ابو زيد هرب من ساعة ما افتكر ان هو داس الراجل بالعربية. بقول يا بنتي اتفرجي اطلعي في اوضتك فوق لغاية على القلب ما يبان ولا يرجع. اتفضلي. حاضر يا خالي. رجالتك تاكل الزلط يا باشا، ما تقلقش ان شاء الله اكون عندك الصبح. تصبح على خير. واتمنى تصبح على خير. مين هناك؟ ابو زيد ازيك يا ابني وزي احوالك؟ ازيك انت عم سيد؟ ايه الكلام اللي بسمعه ده من البيه والاستاذ ممدوح بخصوصك؟ مش عايزين يسيبوني اعيش في حالي. ربنا ينصرك عليهم يا ابني. غدا فوق؟ ايوه جوه، حابسها البيه من ساعه ما وصلت. طب عايز اطلع لها؟ كان على عيني يا ابو زيد، بس انت عارف الاوامر شديده. سمحت هاتي لي ازازة مية. حاضر. مالك البيه في المكتب؟ هيعمل ايه؟ انا ما يهمنيش منه، انت بس اللي تهميني مراتي حبيب قلبي.
مش هتكون مراتك. فانا مرات يا خليل، لو خرج انا هخرج معاه. اخرجوا تلتين بقى. طب اتفضل حضرتك. بتطرديني من بيتي يا خليل؟ اتفضل عشان احنا نلبس هدومنا. ها؟ اه. من البداية وهي ملطشة معايا. ساعة أبويا ما مات كان أول دخول الجامعة، سابني أنا وأمي وأخويا الأصغر مني. كل ده بقى ماضي خلاص، إحنا في دلوقتي، خلينا في اللي إحنا عايشين فيه. ويا ريت كريم بيه سايبنا نعيشه. أنا أعيشه، المهم بس أنت تلاقي شغل. ما أنا بدور بقالي أسبوع ومش لاقي يا غادة والله. كل أصحاب التاكسيات اللي من طرف حمودة خايفين على عربياتهم مني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. اهلا يا عم سيد. اهلا يا استاذ. اهلا. الحاج كان بيسال عليك في الحاره فقلت اجيبه لك بنفسي. ربنا يكرمك، اتفضلوا. خير يا سيد؟ في حاجه؟ اكيد خالك عرف انه دخلني الفيلا فطرده. كريم بيه مات. الله يرحمه، الازمه كانت جامده. ومقدر شغلكم، لكن بشكل عام مش هتقدروا تستلموا ممتلكات المرحوم الا بعد 12 يوم. اشمعنى يعني بعد 12 يوم؟ المرحوم كتب وصيه عندي وقرر فيها انها تتفتح بعد 15 يوم من وفاته. النهارده فات 3 ايام، يبقى فاضل 12 يوم. ودلوقتي اسمحوا لي استاذ. اتفضل. مع السلامة. السلام عليكم. مساء الخير. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ ابدا، احنا مش معرفة ولا ايه؟ معرفة زي قلتها. بالراحة، حلمك عليا شوية. هو صحيح كان في بيننا سوء تفاهم، بس كان سببه كريم بيه الله يرحمه بقى، وانا عبد المأمور كنت لازم انفذ اللي طلبه مني. يا سلام، يعني هو اللي قالك تطلب ايد غادة؟ ايوه، كان عايز يبعدكم عن بعض بأي شكل. كان عندي الله يرحمه، بس لاقيين على بعض، ربنا يوفقكم. انا قبلت الهزيمه بروح رياضيه. على فكره انا خطبت واحده انتوا عارفينها، صح؟ سحر. ايوه، بيتهيألي انك عارفها، بنت حلال. ايه رايك نبقى اصحاب؟ اصحاب؟ اه، ما محبه الى بعد عداوه، والعداوه سببها راح. الله يرحمه بقى، ربنا يديم المحبه. سلم، خلي قلبك ابيض، ربنا يديم المحبة. الباقي في حياتك. هاتك الباقي. ايه الحاجات دي كلها يا معلم دبور؟ دي الهدية مني ومن اهل حتتي، عشان ابو زيد حبيبي والست حرم المصنون. لا بس انا لا مؤاخذة يا معلم، ما اقدرش اقبل الهدايا دي يعني، عشان يا سيدي بقى ادفع ثمنهم حين ميسرة. يلا رجالة، نزلوا الحاجة اللي معاكم وتفضلوا اسبقوني على العربية. يلا رجاله اتفضل. ده ايه ده كمان يا استفندي ولا ايه؟ طول عمرك ابن نكته. دول 10,000 جنيه تبرئ نفسك بيهم انت والست حرمه لغايه يوم الساعه. امسك مال. لها 3 ايام هنبرئ نفسنا ب10,000 جنيه؟ يا ستي لما تبقوا اصحاب الملايين هتعرفوا ان المبلغ ده مش هيكفي يوم واحد. امسك مال ما تكسفنيش. انا عارف موضوع الوصيه، عليا الطلاق ما انت كسفت. طب ليه بس ده كله يا معلم؟ الله، الناس لبعضيها. يا ابو زيد اخويا، سلام عليكم. وادي الراجل مات وهي على ذمه ابو زيد، ونصيبها كله هيتمتع بيه عدوك اللدود. عملها ومات بسرعه. بقى صعب انك تنفذ اللي انت عايزه، بقى مستحيل. انا ما اعرفش مستحيل. البيت يا صاحبي اللي انت عايش فيه ده، اللي كان سايبه لك المرحوم، ممكن تطرد منه. هو مجموع ثروتي هيطلع قد ايه تقريبا؟ هو لو ما ظهرلوش ورثه تانيين وطلع كاتب كل حاجه باسمي، البيع والشراء، هتبقى حوالي 50 مليون. ياه، الواحد هيعمل حاجات كتير قوي. تفتكر لو فكيناهم جنيهات يتلوى قد ايه يا ابو زيد؟
هطلعوا زي ما هم طبعا. يا اخي مش قصدي، انا قصدي حجمهم. متهيألي ممكن يملوا الهول ده كله. اه تمام. على فكره كريم بيها الله يرحمه، رغم انه كان عنيد معاكي قوي في الفتره الاخيره، الا انه كان بيحبك. انا عارفه ده كويس. هي لولا بس انها اتجوزتني ما كانش هيبقى فيه بينهم اي مشاكل. بصراحه اه الله يرحمه بقى، اما كان بيكرهها الكره يا ابو زيد. انا عارف يا اخويا، انت هتقولي انت اللي بتحبني قوي. في ايه؟ هو زعل ولا ايه؟ انا اسف، ما كانش قصدي ازعله والله. بعدين انا اعتذرت له على كل اللي فات واتفقنا نبدا صفحه جديده. يظهر ان قلبه لسه مصيش من ناحيتي. استاذن انا يلا. يا ممدوح انتوا هتزعلوا مع بعض ولا ايه؟ ممدوح ما بيبقاش حساس، يظهر ابو زيد اعصابه تعبانه شويه وما افتكرش انه يقصد يحرجك. فعلا ابو زيد بقاله كام يوم ما بينامش وعلى طول سرحان وبيفكر. ليه؟ ليه كفل الشر؟ مش عارفه ماله. صحيح المرحوم فوق ده صدمه لينا كلنا، بس ساب لكم الخير والمستقبل المضمون. يعني المفروض نفسيه ابو زيد تكون مرتاحه. اعتقد حبستكم في الفيلا هي اللي خانقاه، لازم تخرجوا. فعلا انتوا ما خرجتوش من ساعه ما جيتوا، المفروض تخرجوا تشوفوا الناس والناس تشوفكم. اه كده نفسيه ابو زيد ارتاح. طب ايه رايك انا اعزمكم على العشاء؟ اوعى تقولي لا. وانا مش خارج، ولو خرجت هطلع من هنا على السطوح عدل وانت معايا. معقوله اللي انت بتقوله ده يا ابو زيد؟ بقى نسيب العز ده كله ونرجع تاني للسطوح؟ مش انت اللي اخترتيه بمزاجك؟ ايوه اخترته لانه كان المكان الوحيد اللي ممكن ابقى فيه معاك. يا سلام. طب ودلوقتي؟ ما بقيناش محتاجينه، كل شيء هنا بقى ملكنا ومن حقنا نتمتع بيه. يا حبيبي يا حبيبي، انا سبت الدنيا كلها وجيت لك عشان عايزه ابقى معاك انت. انت مش كنت زمان بتقول ان ناقصك وسيله فارس الزمن ده؟ العربيه لاخر موديل بدل الحصان، والفلوس بدل السيف، وهو الزمن جاب لك الوسيله لحد عندك عشان تبقى فارس من ضمن فرسانه. ما تحبكهاش بقى وتبقى غلس. شوية كمان شوية قاعدين اهو.
فضلك يا استاذ. من فضلك؟ نعم. من فضلك لو سمحت. احنا خلاص هنمشي. لا احنا قاعدين، احنا قاعدين. احنا مش قاعدين. احنا قاعدين. لا معلش. ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسم مرزوق. استنى مرزوق، ما تشدش جنب. استنى. انت مرزوق فعلا. قول يا مرزوق. ألف شكر. مبسوط؟ خد كمان يا مرزوق. اصل صوت الازاز كويس اهو. اشرب يا عم. خد يا عم. خد يا عم. لا انت زعلان ليه؟ هو زعلان ليه؟ انت زعلان ليه يا عم؟ انا مش عايزك تزعل عشان احنا قاعدين وهنفضل قاعدين. خد دول بقى. اهلا بيك يا صاحبي. انا هنا عشان كنت. والله انا موجود هنا عشان كنت. خد دول. خد كمان. خد يا هاني. خد. ايه؟ مفيش حاجة يا عم، احنا قاعدين. الله. ما تقعد انت زعلان ليه؟ استنى بس. خد دول. مبسوط يا عم؟ اه. خد كمان. يلا رحص لي بقى يا جدع بقى. مفيش كل ممتلكاته بيع وشراء زي ما كنا متوقعين، وده بسبب تحديكي له وخروجك عن طوعه. انما كتب لك تلت الثروه. التلت بس؟ تلت الثروه 15 مليون جنيه حددهم لك كالاتي: العربيه والفيلا و10 مليون جنيه نقدا. الله. طب وبقيه التلك؟ تعصيبا. يعني ايه بقى؟ يعني لاي وريث له يكون من عصب مرحوم ملوش حد خالص ولا عمره اتجوز ولا له قرايب. عشان كده هو كتب التلت التاني للمستشفيات والمرضى القلب. اما التلت الاخير هيروح للدوله. ده بعد ما تاخد نصيبك يا استاذ ممدوح. نصيبي انا؟ 100,000 جنيه على سبيل المكافاه نظير خدمتك له. اما البيت بتاع العزبه اللي حضرتك قاعد فيه كتبه لك بيع وشراء. الله يرحمه. واقدر استلم ميراثي امتى؟ العربيه والفيلا في حيازتك. طب والفلوس؟ كل ميراثك حسب الوصيه مجمد. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعيشي في الفيلا وهتستخدمي العربيه، لكن من غير ما تقدري تتصرفي فيهم بالبيع او بمنحهم حتى هديه لاي حد قريب او بعيد. اما الاموال السائله فتحول دون منفعتك منها مؤقتا. افهم من كده ان ورثي منحصر في اني اعيش في الفيلا واستخدم العربيه وبس؟ مع حصولك على مبلغ شهري. كام؟ 1000 جنيه شهري لمواجهه نفقات المعيشه. ليه خالي عمل كده؟ عشان بيكرهني طبعا، مش كده ولا ايه؟ بصراحة أيوة، هو مش عايزك تتمتع بتركته. بقى كده الله يرحمه. بس ممكن تاخدي مراسك بالكامل في حالة واحدة بس، وده شرط في الوصية. عارف. ايه الشرط يا أستاذ مجدي؟ إن أطلقك طبعا. مش مشكلة، أبو زيد يطلقك دلوقتي حالا. أنت بتقول إيه يا ممدوح؟ قصدي يعني يطلقك مؤقتا، تاخدي مراسك وبعدين يردك. هو ده شرطه يا متر؟ يبقى شرط عبيط وهبل. عبيط وهبل لو هو كده فعلا. امال ايه هو الشرط بقى يا متر؟ في حالة وفاتك.
بفكر في الفلوس اللي انا طيرتها بتاعت المعلم دبور دي وانا سكران. ما يهمكش، انا هبيع الشيخ اللي خلي كان محتفظ لي بيهم، ما جابش سيرتهم خالص في الوصيه. يكفوا دول؟ يكفوا زياده شويه، راح اجيبهم لك. منك لله بقى. كريم، اسمك كريم، شرط الوصيه بموتي؟ طب عليا النعمه، مالك بني الزحلان ده كان برقبتك ورقبة اللي خلفوك كمان. مفيش نفس. مفيش حاجة اسمها مالكش نفس. هتفطر يعني هتفطر يا حبيبي، انا محضرهولك بايدي. كمان؟ هو ايه اللي كمان؟ لا مفيش. طب كل يا حبيبي. طب كل انت لقمة بقى من هنا. انا ما بحبش البيض بالشكل ده، انا بحبه مسلوق. وانا ما بحبش البيض خالص. بلاش بيض، كل اي حاجة تانية. مليش نفس. طب كل عسل وقشطه. بيموعوا نفسي. طب كل. مش هاكل اي حاجه. خلاص بلاش تاكل، انت حر، اشرب الشاي. مش هشرب. الله، انت ايه حكايتك؟ حكايه ايه؟ مش عايز تاكل ليه؟ وانت عايزه ناكل بالعافيه ليه؟ انا سؤال غريب قوي. وانت اسلوبك اغرب. ابو زيد. ايه في ايه؟ انت بتشك فيا؟ بصراحة اه. ايه حبيبي اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مخنوق. الفيلا دي خنهاني، مش عارف انام. طب واخرتها يا ابو زيد؟ اخرتها نرجع بيتنا احسن. نفسي انام شويه، عايز ارتاح. طب وحالي ومالي اللي هنا؟ اعتبري نفسك ما ورثتيش حاجه، مالكيش فلوس، بقولك عايز اعيش زي الناس. حد يسيب حقه برضه يا حبيبي؟ الحق اللي انت مستنياه ده مستنيه معاه موت. والله يا جماعه الموضوع ابسط من كده بكتير. قولي له يا صاحبي. هو بس باين عليه اعصابه تعبانه شويه. يا عم امسح حساسيتك دي شويه عشان تعرف تعيش وحياه تستمر. انت عارفه ايه اللي ناقصه؟ ايه؟ رحلة لذيذة في مكان مفتوح. والله فكرة، ونطلع معاهم يا ممدوح. طبعا، ما انا اللي هعزمهم. وتمتعوا نفسيكوا وترجعوا فاتحين صدوركم للدنيا وناسين كل همومكم. في الحقيقة احنا محتاجين فعلا لرحلة زي دي. قلت ايه يا ابو زيد؟ تفهمي؟ هفهمك بعدين. ولا ايه
شمسية قوم قوم قوم. هنقوم نروح فين؟ نصطاد ونعوم بعيد عن الناس. أولا أنا ماليش في حكاية الصيد دي، ثانيا ما بعرفش أعوم. نعلمك. لا خد أبو زيد معاكم. لا لا أنا مش هسيبك أنا لوحدي. يلا بلاش كاسة. لا خليني أنا قاعد مع غادي. يا عم بلاش بواخة بقى. حبيب قلبي لو عايز تروح معاهم روح، انبسط وتسلى، ما تقلقش عليا. يعني مش هتزاقي؟ يعني هقعد أقرا شوية على ما ترجع. يا عم يلا بقى يلا بقى يلا بقى. ما تتأخروش. الحته دي ما فيهاش سمك ولا ايه؟ فيها سمك بالهبل. ايه ما عرفتش تصطاد؟ قلت لك ما بعرفش اصطاد. اصبر الصيد عايز صبر، انا هصطاد. بس رحله لذيذه لسه هفسحك. بيصطاد الصنارة غمزت سمكة كبيرة شدته اختفى توازنه ووقع. اعمل ايه؟ انت اللي هتقولي. انا مش هقول، انا حزين. جثته هتكون راحت فين بس؟ احتمال يكون انسان ما اتكلم. عدم وجود الجثه يشكك في حاله الوفاه، وبالتالي صرف مستحقاتك في المراسة هتتوقف. وصيه ايه وورث ايه بس يا استاذ مجدي؟ حياه ابو زيد عندي اهم. انا بتمنى من كل قلبي انه يكون عايش. وبعدين يا غاده يا حبيبتي انت كده هتموتي نفسك مش كده؟ هي مدام غاده ما تورث إلا إذا لقينا جثة المرحوم؟ طبعا للتأكد من صحة الوفاة وعشان كمان النفس الوصية. مش همشي من هنا إلا بعد ما فقد آخر أمني. ده جايبني من مصر على مالا وش وجايبني هنا على البحر، وأنت عارف أنا ما بعرفش أعوم وبعرف شبر مية. أعمل إيه؟ لازم غادة تصرف الورث. أي لو جثة أبو زيد موجودة كانوا الغطاسين لقوها، ده يا زمان السمك كلها وهضمها كمان. ما أنا عارف. لما انت عارف تعب نفسك وتعبني معاك ليه يا اخي؟ ما لو ما طلعتش جثه ابو زيد لازم تطلع اي جثه. جثه؟ جثه مين يعني؟ جثتك. ادي يا سيدي دي بنت غدا ايه؟ مش ناقصك بقى اني اشفيك واشوه وشك وامسح معلمك عشان يبان السمك ازازك. السلام يا صاحبي. سامحني. ال 15 مليون يا طلعت. ولا طالين انا لله وانا اليه راجعون. وزير ايوه Thank you.
مشكور. نجاملكم في الافراح ان شاء الله. ليه؟ هيحصل يا واش يا واش. اللي انا عايز اعرف انت عملت ايه في وش طلعه؟ ابدا شفيته عشان يبان السمك ازقزه بمزاجه. بس تعرف منظر الجثه كان فظيع. عشان كده غاده كان يغمى عليها وبصمت بالحشره انها جثه ابو زيد. وانت ناوي تعمل ايه بقى؟ كل خير. تنفيذ الجزء الثاني من الخطه بقى اللعب مع غاده والوصول للفلوس. غلطان انا؟ بس تعرف انا ما كنتش عارفه انك شيطان بالشكل ده. لا انت اللي مالك يا حبيبتي، ما احنا دفنينه سوا. نعم دفنينه سوا، قول دفنينهم الاثنين سوا. طالع وابو زيد. كنت انسى. بقى يابا مش كنا بلغنا الحكومة وخلينا مسؤوليتنا؟ حكومة ايه يا ابني؟ مش اما ربنا ينفخ في صورته ويقوم بالسلامة ونعرف ايه حكايته ومين اللي عمل فيه كده؟ مدام غادة، دلوقتي عدى 3 أسابيع على وفاة المرحوم، ومتهيألي ان أعصابك ابتدت تهدى، والمفروض بقى اننا نبتدي اجراءات تنفيذ تسليمة الميراث. انا شايف كده يا متر. يا غادة، الحزن حزن القلب وعلى رأي المثل الحي ابقى من ميت. مش قادرة أصدق إنه مات. ألف حمد لله على السلامة. اطمن ما تخافش، أنت هنا في بيتك. غادة، إمبارح مش راجع وبكرة هو اللي جاي. صدقيني يا غادة، أنا بتعذب كل ما أشوفك كده. غدا انا بحبك. ايوه بحبك. مش مهم عندي اعرف احساسك ايه ناحيتي دلوقتي. معقول يا ممدوح؟ انت اتجننت؟ عايزني افكر في الجواز بعد ابو زيد؟ ما بقولش دلوقتي، انا مستعد استني لحد الثانويه ما تعدي. المهم عندي موافقه على المبدا، حاسس ان القدر هو اللي جمعنا. انا خلاص سبت سحر، ربنا عايز كده. عندي احساس كبير ان كل اللي حصل ده حصل عشان نبقى مع بعض. ممدوح اوعى حاجه زي دي تتكرر تاني، ومن فضلك سيبني دلوقتي لوحدي، انا اعصابي تعبانه. انا اسف ما قدرتش اقاوم احساسي، اعذريني. انا ماشي دلوقتي، بس راجع تاني لان من وجبه اقف جنبك وارجوكي فكري في كل الكلام اللي قلته. اللهم صل على النبي، ده احنا كنا اهو. ايه الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله، والله من غيرك ما كان عارف هيحصل ايه. البركه في ربنا يا ابو زيد، هو اللي بعتني في الوقت المناسب عشان عمرك لسه فيه بقيه. ونعم بالله. لكن قول لي يا ابو زيد، هم عملوا فيك كده ليه؟ هو ده اللي نفسي اعرفه. تكونش مراتك وزيتهم عشان الفلوس؟ لا ما اظنش. معلش يا ابو زيد استحمل. معلش، على العموم اما ربنا يقويك لازم تروح تبلغ البوليس وتحكي لهم على كل حاجه. لا النهارده بقيتي احسن كتير. لازم اتماسك عشان اعيش. ان شاء الله هتعيشي احسن عيشه، هتبقي زي الفل.
على فكره يا غاده، انا فكرت لك في مشروع هيكسبك دهب، او منه نستغل ال 10 مليون اللي في البنك وفلوس نفسه حاجه تخرجك من اللي انت فيه. مشروع ايه؟ سنتر. هنبني سنتر 3 4 ادوار، والارض موجوده في احسن موقع في البلد. هنشتري الارض ب 3 4 مليون، والباقي هنجهز السنتر ونبنيه ونجيب البضاعه. لو السيوله اثرت هناخد قرض من البنك بضمان المشروع. قلت ايه؟ فكره مش بطاله. انا قلت لك هتقولي كده برضه. معلش هتعبك بقى تيجي تشتري معايا الارض، انما مش همرمطك في التجهيزات والحاجات دي كلها، انا هعمل كل حاجه. اه طبعا انت عارف ان انا ما بفهمش في الحاجات دي. معلش هتعبك بقى، لازم الصبح تروح الشارع العقاري تعملي توكيل عشان اعرف اتحرك واتصرف براحتي. جنيه في الشهر. يعني موظف؟ لا والله كتر خيرها. لا كتر خيرها قوي. واضح انها مش سهله، بس برضه مش هسيبها، برضه هفضل وراها. الاحسن انك تصرف نظر عن الموضوع دوت، لانك مش هتاخد منها لا حق ولا باطل. بعد كل اللي اتعمل؟ اللي اتعمل انساه وخلينا في المهم. ازاي؟ يعني نتجوز ونعيش زي بقيه الناس. احنا في ايه ولا ايه بس يا صاحبي؟ اللي بقوله لك ده هو المهم. انا زهقت بقى وكفايه، ولا انت ناوي تسيبني وتلعب بديلك؟ انا معقوله افكر في حاجه زي دي؟ ولو فكرت مش هتقدر، لان مصيرنا مربوط بحبل واحد. يعني معاك معاك. يعني مش عاوز ترجع اللي في دماغك ده يا ابو زيد؟ متشغلش بالك، يعني خلاص نويت؟ طب وابقى افتكرنا بزياره ان شاء الله. مع السلامه. ان انا بهزر، انا هديك اخر فرصه، لو ما اتكلمتيش زقه بسيطه كده وهتكوني مع الاموال.
بس عشان صوتك ما يتشرخش. ازيك يا غادة؟ ازاي ده حصل؟ مش عارف، هتجنن. لزومها ايه بقى الدموع دي؟ ما انا قدامك اهو، عمر الشاي بقى. ازاي انا سايبها متعلقه؟ طب وخليتني اطلبها ليه؟ عشان اعرف اذا كان ممدوح راح لها ولا لا. لو كان راح لها اكيد هينزلها، فهي هترد يا هو هيرد كده، يبقى ممدوح لسه ما عرفش اني رجعت. انت بتخطط لايه؟ انا لازم اوديه حبل المشنقه بايدي. يا حبيبي مواجهتك ليه هتعقد حياتنا اكتر واكتر، اكتر من انه حاول يقتلني، اكتر من انه قتل صاحبه عشان يحط جثته مكاني. انا مش فاهم انت ازاي ما قدرتيش تميزي الجثه. ما هي الجثه كانت مشوهه وانا نفسيتي كانت زي الزفت، انا كنت منهاره ما كانش ممكن اقدر اتحقق فيها. افهمني يا ابو زيد، موتك هو اللي خلانا نملك 15 مليون جنيه حسب الوصيه. لو عملت اللي في دماغك ده معناه اثبات وجودك، ساعتها كل الفلوس هتروح مننا. يعني انت خايفه الفلوس تروح مننا لو انا اثبتت وجودي؟ بالظبط كده. طب والجرايم اللي هو عملها؟ يا سيدي مش مهم، وافضل انا الميت الحي. يا حبيبي احنا نقدر ناخد الفلوس دي ونسافر اي بلد تانية نعيش فيها زي ما احنا عايزين بعيد عن هنا. والقبر اللي فيه جثة طلعت والشاهد اللي عليه اسمي هيفضلوا زي ما هم برضو عشان الفلوس؟ المهم يا حبيبي انك معايا بلحمك وشحمك. يعني رجعت لامنيتك اللي كنت عايزه تحققيها، انا والفلوس مع بعض. اجرام ممدوح وشر هما اللي ساعدوا على كده، من غير هو نفسه ما يخطط لده. يا حبيبي الظروف ساعدتنا، خلينا نعيش بقى. لا لا يا غدا، هنرجع للفقر تاني احسن، بدل ما افضل ميت وضيع من نفسي.
ونضيع احنا الاثنين من بعض. ارجوك يا ابو زيد. انا مستغرب انت ايه اللي غيرك كده يا غاده؟ انت اللي ما كانتش الفلوس تهمك دلوقتي بقت بتهمك؟ لانها في الاول كانت بعيده عني، انما دلوقتي بعد ما شفتها ولمستها وشميت ريحتها دلوقتي بس عرفت قيمتها. ارجوك يا ابو زيد، ارجوك تسمع كلامي، انسى خالص حكايه ممدوح دي، ما تفتحش علينا فتحه يا اخي، تضيع مننا كل حاجه. اسف يا غاده، مش ابو زيد الهلالي اللي يبيع حياته ويقبل موته وهو حي عشان الفلوس. الفلوس هي اللي هتخليك فارس في الزمان ده. بالعكس، هي اللي هتخليني عبد. الو؟ ايوه ممدوح، انا عايزاك تجيلي دلوقتي ضروري، حاجة مهمة ما تنفعش في التليفون. خلاص انا مستنياك، مع السلامة. استناني هنا ما تحركش. ماشي يا باشا. جبت الكلام ده منين بقى؟ عرفته وخلاص، المهم ان هي دي الحقيقة. حقيقة ايه وكلام فارغ ايه؟ طبعا كدب. تنكر ان انت اللي قتلت ابو زيد؟ كدب. تنكر ان الجثة اللي اتلقت تبقى جثة طلعت صاحبك اللي انت قتلته؟ كدب كدب. صدقت انه كدب؟ طبعا عايش اهو. كفايه كده يا حبيبي، الفرصه لسه قدامنا، ناخد الفلوس ونهرب. روحي هاتي مفاتيح العربيه. هذا مش هيسكت. لا مش هيسكت. انا ضربته قبل ما تيجي. قبل ما اجي؟ ماشي يا باشا. انا مش هسيبه، انا جهز له، لازم ياخد حقي، هعمل كل اللي انا عايزه. هات لي حاجه اشربها. اتفضل يا باشا. خلي الرجاله جهزوا. عينيا يا باشا. ماشي ماشي يا ابو زيد، كتير كتير. ماشي ماشي. وصل. موجود في الحفظ الصون. عايز مني ايه؟ 5 مليون كاش. حاضر موافقة، انا هروح البنك دلوقتي حالا وهسحب لك المبلغ. برافو، تعالي. على فكرة انت مش بتتجد عليا بالفلوس دي، دي حقي. عارف الفلوس دي تمن ايه؟ عارف، لانك لو ما عملتش اللي عملته ما كانتش الفلوس دي بقت في ايدي. لا، وتمن حاجة تاني، ان ابو زيد موجود،
يعني لو تعرف انه عايش كل الفلوس هتطول من ايدك. فاهمه؟ عارفه برضو. يعني مفيش داعي الفلوس يخش بلادي. والا خسارتك هتبقى ثلاثه. واحد هعترف واقول انك انت شريكه وهدبسك معايا. اه؟ وهيصدقوا. عشان تنفذي الوصيه وتورثي مش كده؟ وحبل المشنقه يتلف حول رقبتك الحلوه دي. اتنين هتطير كل الفلوس من ايدي بجد. ثلاثه هدفن ابو زيد بجد المره دي في القبر اللي انا كاتب عليه اسمه. خلاص يا ممدوح انا هنفذ كل اللي انت عايزه. برافو عليك. على تليفون عشان معاك التسليم والتسلم. انا بس حبيت اطمن انك لسه عايش. انا عارف ان انت تعبان كلها ساعات وترتاح بعد ما مراتك تقابل مندوح بيه وتديه الفلوس. خلينا نخلص. ممدوح انا جبت لك المبلغ المطلوب بالكامل. برافو يا غادة. كده كل واحد يروح لحاله. بس بلاش البوليس يخش بينا. الفلوس جاهزة وتحت امرك من دلوقتي. لا مش دلوقتي. بالليل. خليكي جنب التليفون على الساعة 10. انا بقى اكلمك واقولك على المكان. طيب. عشر دقايق بالظبط وتخلصوا عليه. وهنتويه فين يا باشا؟ ادفنوه في اي مصيبه. ما تتفضل ولا عايز عزوم. افندم. ممدوح ليه مستني سعادتك؟ فين؟ هتعرفي. طب لحظه. عشان الفلوس الواحد يعمل كل حاجه. والفلوس بقت معاك عن اذنك. لسه بقيت حقي. انت خدت الفلوس عايز ايه تاني؟ عايزك انت. انت مجنون. انت كريم. ايه ده؟ ايه ده؟